في شقة بسيطة وجميلة، كانت واقفة بنت عندها يجي 13 سنة في أولى إعدادي، وواقفة قدام مامتها وبتتكلم بهدوء وبتقول: ماما أنا دلوقتي في أولى إعدادي، وقلت لك إن عايزة أدرس في كل المواد لأن كل المواد بدأت تصعب جدا، وأنت قلت لي اختار الـ4 مادات بس، أنا اخترت الإنجليزي والعربي والعلوم والدراسات. طب والرياضة يا ماما؟ مين هيديني رياضة؟ أنا ما كنتش فاهمة فيها حاجة، وكل حصة المس بتذنبني لأني مش حالة الواجب أو مش فاهمة، وهي بتشرح لعدد كبير جدا مببقاش فاهمة حاجة، وساعات بحس إن هي بتوجه كلامها إن أنا أروح عندها المجموعة. أنا خايفة أسقط في الرياضة يا ماما. حبيبتي أنا عارفة إن أنتي لازم تاخدي مواد كتير جدا، وبالذات إن الأيام دي المواد بقت صعبة جدا، وكمان المدرسين بيستغلوا ده كويس لمصلحته، طبعا مش كلهم بعضهم، بس الرياضة أنا بقول محمد ابن عمي بيدرس في كلية تربية قسم رياضة، يعني هيبقى مدرس رياضيات، اطلعي له خليه يفهمك اللي انت مش فاهماه، وهو أخوك وابن عمي وهيخاف عليكي أكتر من أي حد. يلا يا حبيبتي اطلعي له وربنا يعينك ويوفقك. حاضر يا ماما، عن إذنك. طلعت وانا فرحانه ان ماما اقترحت محمد ابن عمي، ما اقترحتش حد غيره، اصلا انا ما عنديش ولاد عم غير محمد. وبعدها بابا عمل حاسه ما ينفعش يخلف، اما انا بقى ماما كان عندها مشكله، وطبعا بعد ما حملت فيا بابا مات، يعني ما فيش غيري. طلعت وانا فرحانه وقلبي بيدق، لان رغم صغر سني الا انا معجبه بمحمد جدا، وبالذات من كلام الناس عليه، احنا في حته شعبيه والكل بيقول عليه بيوت شعر، فانا طلعت مهووسه بيه بمعنى الكلمه. وطلعت فوق عند شقه عمي احمد ابو محمد، خبطت على الباب، فتحت لي طنط حنان ام محمد، ولقيتها بتقول لي بابتسامه: عايزه حاجه يا حبيبه يا حبيبتي، او ماما محتاجه حاجه؟ بصراحه يا طنط انت عارفه الظروف، وعارفه ان ماما مش معاها تديني دروس في كل المواد، انا باخد في كله ما عدا يعتبر الرياضه، فماما قالت لي ان محمد ممكن يفهمني كام مساله انا مش فاهماها، علشان المس ان انا ما بروحش عندها الدرس في الفصل مستقصداني، فانا كنت عايزه محمد يفهمني كام حاجه بس. حاضر يا حبيبتي اطلعي لمحمد فوق، هو في اوضته اللي فوق على السطوح اللي عمك عملها له قبل ما يسافر علشان يذاكر فيها براحته هو واصحابه لما يجوله. اطلعي له هو فوق دلوقتي لوحده، هو ابن عمي، وعادي يا حبيبتي تطلعي له هو اخوكي. طلعت وانا قلبي بدق جامد، خبطت على باب الاوضه اللي فوق على سطح البيت، فتحلي دخلت، وهو قال لي بابتسامه: عايزه ايه يا حبيبه يا حبيبتي؟ في حاجه؟ او مرات عمي عايزه حاجه؟ بصراحه يا ابي محتاجه انك تدرس لي كام حاجه كده في الرياضه، لاني ما بروحش درس فيها، والمدرسه ما بتشرحش كويس في الفصل، وكنت عايزاك تشرحهالي لو ما عندكش مانع. طبعا. ايه اللي بتقوليه ده يا حبيبتي؟ تعالي طبعا اتفضلي ادخلي وانا هشرح لك كل اللي انت عايزاه. دخلت وقعدت جنبه، الاوضه كان فيها جهاز كمبيوتر بمكتب وكرسي وكمان سرير ومكتبه، قعدت انا وهو على السرير، نظراته ليا ما كانتش مريحاني بس كنت حباها، فانا كنت لسه في سن صغير مش فاهمة أي حاجة، زي ما بقوله كده مراهقة، بنت في الإعدادي بتحب ابن عمها اللي في الكلية وحلمها إن هما يتجوزوا. وبعدها خلص شرح ليا ولقيته بقولي: أنا كده خلصتلك شرحي يا حبيبة، عايز أعرف بقى حبيبة حبيبة محمد هتعمل له إيه مقابل علشان شرح لها الدرس، وفي أي وقت هي محتاجاه هيشرح لها من غير بس ما تطلب، هو هيقول لها تعالي ساعة ما يحس بيها. حبيبة بقى تقول لي: هتديني ايه مقابل ده كله؟ ضحكت له بابتسامة صافية وقلت: هتدبق كل يوم مصروفي واجيب لك الشوكولاتة اللي بالبندق اللي انت بتحبها الغالية، كل ما يجي معايا فلوس هجيبها لك. قلت: ايه يا مستر؟ وفجأة لقيته بيشدني على رجلي، حسيت بخوف وانا بحاول ابتسم، قلت له: ايه اللي انت بتعمله ده يا ابي؟ حرام اللي انت بتعمله ده وعيب، وماما لو عرفت هتزعقلي جامد، ويمكن ما عدتش تخليني
اطلع لك، خليني ابعد يا ابي ما تمسكش فيا. بدأ يبص لي بصات كلها حب، وبدأ يثبتني بكلامه المعسول ويقول: حبيبة حبيبتي، مش انت بتحبيني؟ انا كمان بحبك، وبعدين لما تكبري انا هتجوزك، يعني اللي احنا هنعمله دلوقتي مش حرام ولا عيب، بس مش لازم حد يعرف بيه حتى بعد ما هنتجوز. انا وانتي لازم يكون الموضوع بينا سر، حتى عن امي وامك وعن الدنيا كلها. يعني مثلا يرضيكي حبيبك يكون نفسه يحضنك او ياخدك جوه قلبه، وانتي مش راضيه علشان هما قالوا لك عيب، عيب انك تعملي كده مع اي مخلوق الا انا، لان انا هبقى جوزك وحبيبك. فهمتي يا عمري؟ وان كان على مامتك مش ضروري دلوقتي خالص تقولي لها، لما تكبري شويه انا هروح اخطبك وهتبقي مراتي، والحاجه دي هتبقى عاديه ما بيننا. وبدا يقرب مني ويحصل ما بيننا تعديات، بس انا ما زلت بنت، بس في حاجات حصلت، يعني في حاجات حصلت حرام وما ينفعش تحصل ابدا، بس انا كنت صغيره لدرجه انا ما كنتش فاهمه هو بيعمل ايه، وهو اللي كان بيطلب مني اعمل كذا وكذا. ازيكم؟ من هنا بدات حكايتي. انا اسمي حبيبه محمد، حكايتي بدات اني وقعت فريسه لابن عمي اللي المفروض يحميني ويحمي عرضي من وانا عيله ومش فاهمه اي حاجه. انا ومحمد كنا عايشين في نفس البيت، انا والدي كان مهندس بترول في السعوديه، وما ساب لنا فلوس، بس مش كانت فلوس كتير، مع مرور الوقت خلصت وعمي كفل بينا، بس ماما ما كانتش بتقدر تقوله يدفع كل ملزماته بيا، وهو كان مانعها تشتغل علشان هي تهتم بيا وعلشان انا بنت، فكنا اللي كان بيدهن بنمشي بيه حتى لو مش مكفينا. علشان كده كنت دايما بروح لمحمد يذاكر لي، محمد اللي مش راعي ربنا اني يتيمة ومحتاجة حضن اب او حضن اخ، ومش راعي ان انا بنت عم. علاقتي بدأت من محمد، من هنا كل يوم اروح له نذاكر ويحصل ما بيننا تعديات في حاجات كتير. كنت محتفظة على نفسي ولسه بنت، بس كان بيحصل. فضلت من اولى اعدادي لحد تانية ثانوي كل ما احاول يبعد محمد يزعقلي ويقول لي ان انا مراته، ان انا حبيبته. كنت دايما اطلع عند محمد علشان يديني الدرس، وانا بالعباية والطرحة، واول ما ادخل من الباب اخلع العباية والطرحة واقعد قدامه بهدوم البيت، وهو يفضل يقرب مني. وفي يوم قلت له: محمد انا ما كنتش متحمله اللي بيحصل ده، ما كنتش متحملاه، انا خلاص كبرت وللاسف عارفه اللي بعمله ده معاك حرام، وانت كل مره تقولي ان انا مراتك وانك هتيجي تتقدم لي، انا عارفه ان علاقتنا ما تعدتش، بس كده ما ينفعش، انا ما كنتش قادره ابص في وش ماما من كتر ما انا حاسه ان انا خاينه ثقتها. يا محمد انت قلت لي اول ما ادخل الثانويه هتيجي تتقدم لي، وانا دلوقتي هخلص تانية وهدخل تالتة، تعالى تقدم لي واكتب عليا، على الاقل لو عملنا كده ابقى مراتك قدام ربنا، ما حشش نفسي رخيص علشان خاطري يا محمد لو بتحبني. يا دي موال كل مره اللي مش هخلص منه، بس حاضر يا حبيب حاضر، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، واوعدك خلال اسبوع واحد هتسمعي خبر الخطوبه، بس تعالي قربي بقى، انت وحشتيني قوي، وبعدين انت عاد بقالك فتره بتطلعي كل اسبوع مره بس، المفروض تطلعي لي اكبر، انت كبرتي وحلويتي اكتر وبقيتي بتوحشيني اكتر. يلا يا قلبي تعالي وبلاش الليله دي تعدي بنكد، بقالك فتره حاسك انك قلبت على الست المصريه النكديه كده، يلا يا قلبي ده انا جوزك حبيبك. وفعلا بدا محمد يقرب مني ويلمسني زي كل مره، طبعا كان في حدود زي ما انا فاهم، هو كان نفسه يكسر الحد ده بس انا كنت رافضه. وبدا يقرب مني بكلامه الحلو اللي معودني عليه من وانا لسه عيله عندي 13 سنه ما فهمش اي حاجه. وعدى الاسبوع وانا كل يوم استنى يبعت مامته او يبعت اي حد علشان يتكلم ويخطبني زي ما قال. وفي يوم سمعت صوت عالي وزغرطه طالع من شقته، رحت لمامتي وسالتها وقلت لها: هو في ايه يا ماما في شقه عمو احمد؟ وايه صوت الزغرطه دي؟ هو في حاجه؟ ايوه يا بنتي عقبالك يا رب، محمد ابن عمه احمد خطب مي بنت خالته، والخطوبه وكتب الكتاب كمان اسبوع،
بيقولوا ان هو بيحبها من زمان ومستنيها تخلص الجامعة وهيتجوزوا على طول. بس يلا وتعالي علشان نروح نبارك له. انصدمت من الخبر، ما بقيتش مصدقها. ايه اللي بيحصل ده؟ معقول؟ معقول محمد هيخطب واحدة غيري؟ هو بحبها؟ امال ليه كان بيقول لي بحب؟ ليه كان بيسمح لنفسه يقرب مني؟ وبعدين قررت ان انا اطلع له فوق وابارك له بعد ما اتحججت منهم بالحجة دي. بس قررت في الاساس ان اطلع افهم منه هو عمل معايا كده ليه. ازيك يا حبيبه؟ خير؟ في حاجه؟ عايزه حاجه اذاكرها لك؟ كان بيعاملني ببرود وكاني مفيش حاجه ما بيننا. كان اول مره يعاملني بالطريقه دي، ولا يمكن كانت دي طريقته وانا اللي عينيا كان عليها غشامه مش شايفه منها اي حاجه. وقفت قدامه وقلت: سمعت ان انت هتخطب مي بنت خالتك، قلت اكيد الخبر كذب وجيت اسمع منك. هو انت فعلا هتخطبها؟ لقيته بيضحك بكل استهزاء وبيقول لي: ايوه مي بنت خالتي وبحبها من وهي في الاعدادي زي كده، بس الفرق اني بحبها بجد وهي محافظه على نفسها بجد، مش اي شاب قال لها كلمتين جريت عليه. وبعدين انا وهي خلاص هنتخطب ونكتب كتب الكتاب يوم الجمعه، علشان كده ما عادش ينفع تيجي هنا يا حبيب افندي. يعني ايه الكلام ده؟ طب وانا؟ انت مش قلت انك هتخطبني؟ ده انت لسه قايل لي كده ما يكملش من اسبوع انك هتيجي وتخطبني. انت ايه؟ معلش يعني، هو انت فاكره ان في شاب هيثق في بنت باعت نفسها ليه طول السنين دي؟ انا يوم ما هتجوز واحده مش هكون شفت ضفرها، مش شفت معلش كل حاجه فيها. وبعدين انا ما قربتش منك وسبتك زي ما انت بنت بنو، وروحي بقى انهضي واحد مغفل يرضى يتجوزك. اما انا مش هبقى المغفل ده، وبعد اذنك ما عادش ينفع اقف معاكي، لاني مي بنت خالتي بتحبني قوي وبتغير عليا. اتفضلي من غير ما ترد يا بنت عمي. مشيت وانا مصدومه منه ومن كلامه وسمع صوت ضحكه. مشيت وانا حاسه ان الدنيا كلها بتتكسر حواليا. سمع صوت تكسير، بس يمكن ده التكسير اللي في قلبي وعقلي. للدرجه دي انا رخيصه عنده؟ بس فعلا انا اللي رخصت روحي. وعدت الايام وانا بحاول اكون قويه قدام امي وباين اني مبسوطه لابن عمي وقدام الكل علشان محدش يشك بحاجه، لدرجه انه كان بيستغل اي فرصه علشان يجرحني قدام خطيبته. وانا كنت ببتسم عامله زي اللي بيبلع النار وهو بيضحك علشان محدش يحس بيه. النار جوايا بتاكل فيا وفي روحي. حسيت ان ده انتقام ربنا فيا لانه عصيته. لا ده لسه انتقام ربنا ممكن يحصل، ده حاجه بس بسيطه من اخطائي. اما هو اتجوز وعاش بسعاده وكان فرحان جدا. وفي يوم كان شافنا عمار اخو مي وراح له شقته واتكلم معاه وقال له: محمد بصراحة أنا شفت حبيبة بنت عمك، أنا شفتها في كتب كتابكم وفي الخطوبة وفي الفرح، وبصراحة البنت عجبتني جدا، أدبها وأخلاقها ورقتها، وكنت عايز إنك تكلم أبوك علشان أجي أتقدم لها. أنا بصراحة اتكسفت أروح لجوز خالتي وقلت إنت جوز أختي وستر الغطا عليا، وهتروح تقوله وتمهد الموضوع، ولو في قبول أجيب عيلتي وأجي بدل ما أجيبهم ويكون رفض ويكون الموقف مش لطيف. حاضر، من عينيا هكلم لك والدي. عمار استأذن من محمد ومشي، ومحمد الغضب بان على وشه ومسك تليفونه ورن عليا. كنت في اوضتي بدعي ان ربنا يسامحني، وبعدها لقيت تليفوني عمال يرن برقم محمد. ما رضيتش ارد، رن مره واتنين وتلاته وانا ماسكه التليفون مش عايزه ارد. فجاه لقيته بعت لي رساله بقول لي: رد دلوقتي حالا والا والله هتصرف تصرف مش يعجبك، انا عايزك ضروري. قال: خير يا استاذ محمد، عايز ايه؟ رد عليا بغضب وقال لي: اطلعي حالا دلوقتي اهو ايه الاوضه، عايزك ضروري. حرام عليك، اوضتي انا مش طالعه في مكان، ولا عايز مراتك المره دي تمسكني وتفضحني؟ حرام عليك، كفايه فضلت تخدعني 5 سنين بحالهم من وانا عيله صغيره،
وصدقتك ومشيت وراه. حرام عليك، راعي ان انا بنت عمك. رد عليا وقال لي: والله العظيم لو ما طلعت دلوقتي اهو ما هراعي انك بنت عمي، رغم اني مراعي لحد دلوقتي، ومعايا كام فيديو حلو قوي ليكي وانتي معايا فوق في الاوضه. نسيتي؟ ساعتهم هنزل بيهم لامك، وشوفي بقى المسكينه اللي حرمت نفسها من كل حاجه علشانك، لما اشوف الفيديوهات دي هيحصل لها ايه؟ مش بعيد تموت فيها. اطلعي، عايزك ضروري، ربع ساعه وهتنزلي. يلا. خفت وقررت اطلع، وطلعت بسرعه. واول ما طلعت لقيته واقف في الاوضه والغضب باين في عينيه، وزعق وقال لي: نهيت يا قذره، نهيت توقعي لك راجل؟ يا دوبك اقول لك اتجوزي واحد يستر عليكي، تروحي توقعي ابن خالتي؟ عايزه توقعيني انا وابن خالتي في بعض، وكمان توقعي مراتي معانا؟ ما لقيتيش غيره؟ ما في رجاله بهايم كتير ما بيفهموش، هيستروا على واحده عار زيك؟ ما لقيتيش ابن خالتي علشان يحصل مشاكل بيني وبين مراته وبينه؟ انهارت، كلامه وجعني، ولقيتني بقول له: حرام عليك، انا عملت لك ايه يا اخي؟ بتعمل فيا كده ليه؟ ده انت استغلتني من وانا عيله عندي 11 ولا 12 سنه بكلام حب، استغلتني ما عنديش لا اب ولا اخ ولا ام توعيني، كنت بالنسبه لي كل حاجه، اعتبرتك الاب والاخ والصديق والزوج، وفي الاخر طلعت بتضحك عليا وشايفني رخيصه، ودلوقتي بعد ما اتجوزت عايز مني ايه؟ وعامه ابن خالتك انا مش رحت ولا كلمته ولا مره، ولا وقفت معاه، لو هو قال لك كده يبقى كذاب وواجهني بيه. رغم اني كنت بعيط منهار، وبدل ما يطبطب عليا لانه ابن عمي المفروض يكون اقرب لي من اي حد ويحميني، لقيته بقول بكل قسوه: اسمعي يا بنت، انت عمار جاي يتقدم لي ترفضيه؟ انا مستحيل اخلي ابن خالتي يقع في واحده شمال زيك. ابن خالتي مالوش في القذرات دي، انت اخرك السرير ده، اخرك معايا في الحرام وبس، ده اخرك وكبيرك وكتير عليكي كمان، سامعه؟ ولو فكرتي توافق على اي عريس يتقدم لك هفضحك قدامه وقدام اهلك وقدام الكل، انت سامعه؟ ويلا غوري بقى علشان مش ليا مزاج ليكي، لما يبقى ليا هبقى اكلمك واخليكي تطلعي هنا زي الكلبه. نزلت من قدامه وانا بجري منوار، مش مصدقه ان ده الشخص اللي حبيته، وكان عندي استعداد ابيع عمري تحت رجليه، مش مصدقه اي حاجه من اللي بيحصل لي. بعد ما نزلت من عنده جري دخلت اوضته وانا بسحب علشان امي ما تشوفنيش منهاره كده، قعدت على السرير وانا منهاره وبعيط، بعد ما نجحت ان ادخل من غير ما امي تشوفني، وقلت وانا صوتي كله وجع: يا رب يا رب بلاش الفضايح يا رب، انا عارفه ان انا غلطت، بس والله كنت محتاجه الحنيه والحنان، انا اتولدت من غير اب، لقيته هو اللي معايا في كل خطوه، حسيت انه اماني وكل حاجه ليا، طلع هو السكينه اللي هتطعن في ضهري. يا رب انت سترتني وانا عصيان، ما تفضحنيش وانا تايبه وراجعه لك ندمانه، يا رب ارحمني، يا رب ارحمني وخليني اعيش زي اي انسان حياه طبيعيه يا رب. في الفتره دي كنت دايما حابسه نفسي في اوضتي، كنت دايما حابسه نفسي وبعيط وبصلي وبدعي لربنا انه يرحمني واني تبت، وكنت رافضه ان ارد على محمد في اي رساله حتى لو تهديد، ورغم الصور اللي كان بيبعتها لي كنت مصره ان عمري ما هطلع له تاني حتى لو فيها موتي، كنت خلاص فكرت علشان اخلص من كل الضغط ده هموت روحي وارتاح، كنت بفكر اني انهي حياتي، كنت بفكر اني خلاص اروح لربنا وهو ارحم من الكون كله وهيبقى عارف اني رحت له من الضغط. فضلت ادعي وانا بصلي واقول له: يا رب اغفر لي، يا رب انا عارفه ان اللي هعمله في نفسي ده غلط، بس مش قدامي حل تاني. وفجاه لقيت امي داخله عليا، ولقيتها بتقول وهي بتعيط: حبيبتي حبيب، انا رايحه مع مرت عمك المستشفى، بقوله ان احمد عمل حاسه كبيره قوي وهو في العمليات، وعمك مسافر ومرات عمك اعصابها بايظه، انا رايحه معاها يا حبيبتي، وان اتاخرت اقفلي على نفسك ونامي انت لحد ما اجي، يلا سلام. مشيت امي وانا قعدت مكاني وانا بدعي ربنا انه ما يقومش منها اصلا،
علشان ارتاح من العذاب اللي انا فيه. اول مره كنت احس ان انا جحته وان انا شمتانه في حد، بس كنت بقول يا رب يا رب انا مش شمتان، بس يا رب هو اللي اضطرني لكده، هو اللي اضطرني لكده يا رب، اضطرني ان اتمنى له الشر علشان ارتاح من عذابه ليا. وعدى شهر ونص على الحادثة وهو طه، وماما حاولت تقنعني ان اطلع ازور. طلعت مرة واحدة ومن على الباب الف سلام، ومرضتش اقعد معاه ورجعت على اوضتي بسرعة. وعدى الشهر ولقيته جاي بيطلب من ماما انه عاوز يتكلم معايا، ولماما سألته ليه اتحجج ان عمار اخو مي طالب ايدي وعاوز يتكلم معايا ويعرف رأيي ويقنعني. ماما فرحت زي اي ام مصرية وغصبت عليا ان اطلع اقابله، وسابتنا براحتنا لانها بتثق فيه ومعتبراه ابنها. وهو لقيته بيقول بندم، عارف ان غلطت في حقك، وعارف ان دست على براءتك، وان انا كنت السبب في الغلط اللي حصل لان كنت وقتها صغيرة، بس شيطاني كان عامي عيوني لحد ما عملت الحادثة وحسيت اني ممكن اموت. اول حاجة اجت في بالي انتي والذنب اللي عملته فيكي، طلبت ان اجي علشان اطلب منك السماح واقولك سامحيني على اي حاجة حصلت مني، واوعدك ان هكون اخوكي والسند ليك العمر كله. وعلى فكرة عمار راجل محترم وهو طلبك مني تاني، وانا لو انت موافقة انا موافق وهسلمك ليه بايديا وهكون اخوكي. يا محمد جاي بعد 6 سنين تقول الكلام ده؟ يا محمد انا اخر فترة كنت بدعي وبصلي ربنا واقول له يا رب خدني علشان انت مش تفضحني، انت خليت حياتي كلها سود، وجاي تقول لي اسامحك؟ انا مش هسامحك يا محمد، واللي هقدر اقوله لك ووصل لابن خالتك ان هقعد معاه وقابله وهصلي صلاة استخارة واشوف ربنا رايد ايه، بس كل اللي عايزاه تبعد عن حياتي، نبقى قدام الناس حلوين، بس انا وانت مستحيل يكون بينا علاقة حتى الأخوة، لأن الأخوة دي أنت دست عليها برجلتك، استغليت براءتي واستغليت طفولتي واستغليت كل حاجة، وعمري ما هقدر أسامحك على المرحلة اللي خلتني أوصل ليها لدرجة إن أفكر إن أروح لربنا كافرة وأدخل جهنم أرحملي من الناس ومن نظراتهم ليا بعد ما تفضحني. عن إذنك يا ابن عمي. وعدت الأيام وعمار إجا وقعد معايا وتعرفنا على بعض واتجوزنا، ومرت الأيام وعمار كان فعلا ونعم الراجل، كان ليا الأب والأخ والسند وكل حاجة ليا، وأنا كنت بعيدة جدا عن محمد. محمد ومي لحد دلوقتي رغم إن عدى على جوازهم 6 سنين وأنا عدى 4 سنين على جوازي أنا وعمار، وخلفت بنت وولد توأم وحامل، هما لسه ما بخلفوش وبيجروا على الخلف، ومحمد دايما بيطلب مني السماح وحاسس ان ذنبي انا بيخلص مني بالطريقة دي. عايزة اقول لكم ما تتثقوش في حد حتى اقرب الناس ليكم، ولكل ام ما تثقش حتى في ابن سلفها او في مين ما يكون خايف على بنتك، لان الزمن ده بقى شيء فظيع جدا. ولحد هنا تكون انتهت حكايتنا، واللي عجب الحكاية ما ينسانيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ومع السلامة.